السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تكونوا بخير الصحة والعافية، كنا مسلم عليكم يا الخير يا الكرام، منورين ومشرفين على قناتكم وقناتكم ميدو على تيك على اليوتيوب. النهاردة حلقة جميلة جدا، حلقة بسيطة جدا بس مفيدة جدا جدا. النهاردة معانا موقع جميل جدا تقدر تحمل من خلاله تطبيقات الاندرويد، سواء العاب سواء برامج على الكمبيوتر. وفي ميزة كمان او ميزتين عفوا، الميزة الاولى انك تقدر تحمل اي حاجة، لعبة او برنامج محجوب عن بلدك ومش لاقيه وكده، تمام، هتقدر تلاقيه في الموقع بتاع النهاردة وتحمله بمنتهى البساطة. دي اول ميزة. تاني ميزة ان انت هتقدر تحمل التطبيقات المدفوعة مجانا، التطبيقات المدفوعة مجانا سواء العاب سواء تطبيقات او اي حاجة من هذا القبيل، تمام. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع تابع معايا الدرس. رجعت لحضراتكم تاني يا جماعه. طبعا في البدايه كحتى قبل بدايه اي فيديو، زي ما حضراتكم متعودين معايا، لو لسه مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان توصلك التنبيهات بالدروس الجديده اللي هننزلها في القناه اول باول. وما تنساش لو عجبتك الفيديوهات ونالت رضاك طبعا واستحسانك، يا ريت تدعمنا بزرار الضغط على زرار اللايك عشان تحفزنا نعمل دروس جديده، وشير الفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، سواء على فيسبوك سواء على تويتر اي حاجه في السوشيال ميديا، تمام. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو، موقع جميل جدا تقدر تحمل منه تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر عندك بدون اي مشكلة، برابط مباشر وبطريقة تحميل بسيطة جدا وسهلة جدا ومن غير اي مشكلة. والميزتين زي ما قلت لحضراتكم في البداية هقولهم تاني. الميزة الاولى ان انت تقدر تحمل التطبيقات المدفوعة مجانا. تاني ميزة ان انت تقدر تحمل اي حاجة من التطبيقات، الالعاب او البرامج او whatever، يعني اي حاجة تقدر تحملها حتى لو هي كانت محجوبة عن البلد اللي انت فيها وممكن فيها حاليا، تمام، بدون اعلانات بقى وبدون الرسائل النصية اللي بتطلع لك وانت شغال على الموبايل والكلام ده، تمام. هنبدأ كده مع بعض على بركة الله، وطبعا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن اسفل الفيديو في التدوينة بتاعتنا. الموقع اسمه crack.apk.com، ده الموقع اندرويد apk cracked، تمام. موقع مميز جدا، موقع جميل جدا جدا جدا، مفيهوش اي مشكلة خالص وطريقته بسيطة في التعامل كمان، تمام. اهو انا عملت له ريفريش عشان كان مهنج معاه في الاول. المهم يعني احنا، ما انت عندك هنا البيست اندرويد، بيست اندرويد كراكت اي بي اي بي ابز ابز، انا اسف يا جماعة، ابز تطبيقات وكده، تمام. تقدر تدور على اللي انت عاوزه والجيمز اللي انت عاوزها وكده، تمام. انا هنا مثلا عندي اللي هو الالي مانجر برو، وعندي اتابت، وعندي 3 دي هارتس، وعندي بتاع سلسله المهملات، وعندي جيمز وكده، تمام. وهنا عندك تقدر تبحث عن اي حاجه انت عاوزها، هنا تكتبها هنا، تمام، هتدور عليها هتعمل لها بحث هتلاقيها على طول، تمام. وهنا عندك الكاتيجوريز، تمام، التصنيفات، عندك الكتب، عندك الاعمال، عندك التعليم، عندك الترفيه، عندك الفيديوهات، عندك الرحلات والادوات والرياضه والسوشيال والشوبينج وكل حاجه، والطقس والموسيقى والاصوات وكده، تمام. ده بالنسبه للحاجات العامه. لكن بالنسبه للجيمز، عندك العاب سباق، عندك العاب حروب، عندك اكشن، عندك حروب العاب طبيعيه، عندك العاب اللي هي بالشبكه كده مالتي بلاير وكده، تمام يا جماعه. وهنا عندك توب فري، الحاجات الفري، تمام، وعندك الدرايفنج، وعندك الكرتون، واتيفر، يعني موقع جميل جدا ومميز جدا، تمام. مش هتحتاج كمان ان انت تسجل يعني او اي حاجة، فدي حاجة مميزة جدا، وتقدر تشوف حاجات كتيرة طبعا بالضغط على سيمور، تمام. لكن ده انا هسيبه لحضراتكم، بتدور على اللي انت عاوزه ملقيتوش في الكاتيجوريز هنا بتدوس على سيمور، ملقيتوش في السيمور بتكتب اللي انت عاوزه هنا، بس تكون متأكد من الاسم اللي انت عاوزه، سواء تطبيق سواء جيمز او اي حاجة وطفل، لكن تكون متأكد. عشان تيجي تعمل طريقة التحميل هنضغط مثلا، انا هضغط دلوقتي على الصورة ديت، هفتحها في لينك في تبويب جديد عشان اشوف ايه المعلومات اللي مديهاني عن البرنامج ده. على سبيل المثال مثلا حامل 360 سيكيورتي الانتي فيروس، تمام، على سبيل المثال يعني. فهنا بيقولك الوصف بتاعه، تقدر انت طبعا تترجم الصفحة بتاعتك، تمام، باللغة العربية، ترانسليت عربي وكده، تمام. عندك كده كل الحاجات، عندك كل المعلومات عنها، عندك الوصف وكل حاجه، تمام. عشان تحملها تقدر تضغط على كلمه داونلود من هنا وهتتحمل معاك على طول.
او لو انت مش عاوز تقرا اي حاجه عن المعلومه معلومه متاكد منها، اضغط على كلمه داونلود من هنا على طول، اوريدي هيحولك على صفحه التحميل، وهينزل لك هنا اهو ادي التطبيق بصيغه 10 ميجا بايت اي بي كي. تمام يا جماعه، فهو ده كان شرح النهارده، رب ما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.